رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان المطرب علاء عبد الخالق عن عمر يناهز 59 سنة. علاء عبد الخالق مواليد القاهرة شهر فبراير 1964، وكان آخر ظهور ليه من شهرين في فرح بنته ميار، وحضر الفرح نجوم الفن الثمانينات والتسعينات زي إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس وغيرهم كتير من نجوم الفن، ومنى عبد الغني ومصطفى قمر وناس كتير جدا حضرت الفرح. ده كان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق. علاء عبد الخالق اتخرج من معهد الموسيقى في الثمانينات، وكان وقتها من أبرز الفنانين في نجوم الكاسيت، وأول ما اتخرج من المعهد كون فرقة مع منى عبد الغني وحنان، وكان معاهم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وكونوا فرقة اسمها الأصدقاء. وقتها كان هو يعتبر سوبر ستار جيله في الوقت ده. علاء عبد الخالق اختفى عن الساحة في حوالي 2002. ليه؟ لأن هو أصيب بمرض ضعف في الأحبال الصوتية منعته إن هو يمارس مهنته أو يكمل في طريقه في الغنى. وكمان الفترة الأخيرة كان بيلبس دايما نظارة، لأن هو كان نظره ضعيف جدا وأصيب بشيء يعني صعب جدا في نظره، كان صعب إن هو يمشي من غير نظارة. علاء عبد الخالق لما ظهر في فرح بنته، ظهر في فرح بنته وهو قاعد على كرسي، وكان رافض الكلام تماما وما كانش بيتكلم نهائي عن مرضه، ولا أي حد من أسرته كانت بتتكلم عن مرضه أو حقيقة مرضه. صارع كتير مع المرض، لأن الأحبال الصوتية ده مكان حساس جدا عند الإنسان. وانتقل إلى رحمة الله النهاردة 4/6/2023، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد. علاء عبد الخالق كان من أبرز الفنانين الموجودين في الثمانينات والتسعينات، وكان شخص محترم جدا وخلوق جدا، وزي ما يكون سبحان الله ربنا أمهله العمر لحد ما يطمن على بنته. ويوم فرح بنته نزل على صفحته الشخصية: النهاردة فرح بنتي ميار بنوتي الحلوة، ألف مبروك، ربنا يسعدك. ياريت كلنا ندعي له بالرحمة ونقرأ له الفاتحة، ربنا يرحمه ويتغمده برحمته الواسعة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.